مشاهدينا صار وقت فقرتنا الفنية الأسبوعية وضيفتنا الدائمة أروى الباشا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباحك هنا. أنا مجموعة من الأخبار، يمكن نبلشها مع الفنان جمال سليمان. وقبل ما نحكي عن عودته بمسلسلين وفي حكي أيضا عن فيلم سينمائي، ذكرينا شوي بتاريخ النجم. هلا الفنان السوري طبعا جمال سليمان مما لا يخفى على احد انه هو يعني احد اعمده الدراما السوريه، وهي السنه هو رح يطل على جمهوره بعملين سوريين بعد 5 سنوات من الغياب بدراما المحروسه. يعني كان هو بالدراما المصريه كان كل سنه يعني له ظهور، تكثف هذا الظهور اكثر بعد الاحداث والثوره بسوريا، يعني ابتعد تماما عن المجال الدرامي السوري. اذا بنذكر باخر اعماله يعني بمصر كان عندنا العام الماضي المسلسل يلي جسد فيه شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بصديق العمر. أيضا كان عنده بالسنة يلي قبله مسلسل نقطة ضعف، والسنة طبعا هذا مسلسل مصري أيضا. بالسنة يلي قبله أيضا كان عنده الأسوار الخلفية، عمل بعنوان أيضا مسلسل مصري، والعديد العديد من المسلسلات طبعا هي يلي بعدته عن الدراما السورية. آخر عمل كان قدمه بالدراما السورية هو بال 2011 مسلسل طالع في الضلال، لكنه أطل يعني بدور ضيف شرف، يعني ما فينا نعتبر ما كان في بطولة لا إطلاقا، هو يعني ضيف شرف ضمن حلقتين فقط، لغير أطل بدور مفكر عربي يعني بوقت ضمن هذا المسلسل الشامي التاريخي يصنف تقريبا. قبله بسنة بال 2010 يعني هون نعتبر هذا آخر عمل قدمه جمال سليمان من بطولته، هو مسلسل ذاكرة الجسد طبعا إلى جانب الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة. كانت هي يعني تعتبر آخر إطلالة رسمية بالدراما السورية للفنان جمال سليمان، ومن بعدها ابتعد كليا عن الدراما السورية. يعني تقريبا بدنا نقول 5 سنوات من الغياب ليرجع هي السنة بعملين. هلا بنوضح على العملين، وكأنه أستاذ جمال يعني ببعد شوي عن مسلسلات البيئة الشامية ما؟ طبعا يعني هلا اخر عمل قدمه بالبيئه الشاميه كان هو مسلسل اهل الرايه. اهل الرايه يعني صور من زمان، ما عاد اتذكر يعني تقريبا من 7 سنين من بعدها، ومن قبله كمان ما كان قدم يعني كثير اعمال مسلسلات بيئه شاميه، ومن بعدها كمان ما قدم اي شيء باستثناء عم نقول طالع الفضاء. فلسفه خاصه يعني لعدم تورطه هالقد بمسلسلات البيئه الشاميه برايك؟ يعني يبدو هيك الموضوع، يعني مسلسلات البيئه الشاميه هي يعني ما عادت مغريه كثير لاي فنان هو عم يبحث فعليا عن الفن الحقيقي، لانه كلنا بنعرف يعني انه هي بالفتره الاخيره صارت مسلسلات تجاريه، هذا غير الانتقادات الحاده انه هي عم بتشوه بشكل او باخر تاريخ الشام والمراه السوريه يعني تحديدا. في انتقادات لاذعه على هي الاعمال، لذلك يعني النجوم بشكل او باخر بيكونوا كثير حذرين وقت يوافقوا على عمل بيئه شاميه. وبدي نوه على نقطه انه اعمال البيئه الشاميه بالفتره الحاليه عم تتجه شوي للتوثيق من قبل بعض المخرجين لحتى ما يوقعوا بهذا الفخ انه كثير اعمال فانتازيه وكثير اعمال بعيده يعني عن التاريخ الحقيقي للمدينه. بالتاكيد. طب نحكي عن هلا عودته بهالعملين. نعم. ان شاء الله. هلا اول العمل هو مسلسل وجوه وأماكن، يعني عم يستكمل حاليا تصوير مشاهده بتركيا. طبعا هذا العمل حكينا عنه هو بتوقيع المخرج السوري هيثم حقي. العمل عبارة عن ثلاثية، يعني كل 10 حلقات عم يتناولوا موضوع معين، لكن المحور الأساسي لهي الحلقات كلها بدور عن حال السوريين يعني بعد الثورة، حالة النزوح، حالة الهجرات، حالة التشرد واللجوء، يعني كل هاي القصص والأحداث ضمن قالب درامي معين. يعني اشترك بكتابته 3 كتاب، غسان زكريا، خالد خليفة، بالإضافة للمخرج هيثم حقي أيضا كتب ثلاثية. بشارك ببطولة هذا العمل مثل ما ذكرنا كمان سابقا يارا صبري، سوسن أرشيد، أيضا الفنان الشاب رغد المخلوف. هذا بالنسبة لأول عمل رح يطل فيه إن شاء الله هذا لموسم 2015. المسلسل الثاني هو مسلسل سفينة نوح، على أساس أنه يتم تصويره بشهر نيسان المقبل، يعني ما في كم يوم رح يبين يا إما حيتم تصويره يا أما لأ، هلأ بذكر ليش. فهو حيطل أيضا بدور رئيس يعني بهذا العمل. العمل مأخوذ عن رواية العراب، بيتناول عالم المافيات العصابات، يعني هو ضمن جو أكشن، ضمن جو بتحس يعني شوي مختلف يعني نوعا ما. وبالعموم كمان أيضا الدراما العربية عم تتجه بالوقت الحالي لمسلسلات التشويق، الإثارة طبعاً. الأكشن لهذا النمط. العمل هو حيكون بتوقيع المخرج حاتم علي.
حيتصور على الأغلب بأبو ظبي حيكون التصوير. هلأ في كمان فنانين مرشحين لبطولة هذا العمل، يعني حسب التسريبات الأولية باسل خياط حيكون بطل بهذا العمل، أيضا الفنانة السورية سمر سامي. نعم، وفي فيلم سينما معقول يشارك فيه؟ نعم، هلأ من كم يوم صراحة أعلن مخرج فلسطيني اسمه رشيد المشهراوي، هو مخرج للأفلام طبعاً. مشهور طبعا ومعروف، عمل شيء رسائل من مخيم اليرموك قبل فترة. نعم صحيح، أعلن عن فيلم سينمائي بعنوان الكتابة على الثلج، رح يتم تصويره بالعاصمة الأردنية عمان أيضا بمناطق مختلفة من الأردن، وقال إنه البطولة رح تكون للفنان السوري جمال سليمان بدوره. جمال سليمان يعني أكد هذا الشيء وقال إنه هو حيطل بهذا الفيلم كبطل، يعني هو فيلم بالمناسبة روائي وليس وثائقي، فيلم روائي طويل بعنوان الكتابة على الثلج. نعم جميل. هلأ في أخبار أيضا عن سلاف معمار، يعني رجعت على سوريا بعد غياب 4 سنين. نعم، يعني عم نحكي قبل شوي عن جمال سليمان، 5 سنوات من الغياب. أيضا هلأ الفنانة السورية سلافة معمار، يعني 4 سنوات من الغياب، ليس عن الدراما السورية، هي كان إلى إطلالة عن سوريا، عن سوريا كانت ما زارت يعني سوريا من 4 سنوات. نقلت مقر إقامتها صراحة لبيروت، يعني لأجل هي دائما الظروف. كانت تبرر يعني الظروف الحالية ودراسة بنتها الصغيرة يعني ووضعها وهيك. بقى هي السنة رح ترجع بمسلسل جديد لسوريا يلي هو مسلسل العراب. هلأ نحن حكينا قبل شوي سفينة نوح مأخوذ عن العراب، أيضا هذا المسلسل العراب مأخوذ عن نفس الرواية، فما بعرف ليش عم قلك بجوز المشروع الثاني يعني يلي لصالح المخرج حاتم علي ما يتصور هي السنة، يتأجل، لأنه مو معقول يعني عملين عن نفس الرواية يعرضوا بنفس الموسم. صح، يعني بيكون في مشكلة كتير كبيرة. وإخراج مسلسل العراب لمين؟ للمخرج السوري المثنى صبح، بشارك يعني طبعا مجموعة من النجوم، بذكر منهم أيضا الفنانة السورية نسرين طافش، أيضا عادت إلى دمشق من فترة، يعني كانت هي بدبي مقيمة، بس كان إلى قبل يعني عودة إلى دمشق بوقت سابق الفنانة نسرين طافش، لكن سلافة معمار يعني من 4 سنوات هي المرة الأولى يلي هي بترجع فيها على سوريا وباشروا بالتصوير بالمناسبة. نعم، في أخبار تانية عن مخرجين مهمين يعني معقول يكون عندهم أعمال معينة السنة؟ هلا صراحة في مجموعة كبيرة من الأعمال يعني هي السنة، عدد كبير منها تصور داخل سوريا، في مجموعة تصورت أيضا بلبنان، يعني بلبنان بنذكر بنت الشهبندر أيضا بطولة سلافة معمار، بلبنان بنذكر أيضا غدا نلتقي، لساتهم عم بيتابعوا تصويره، أيضا بتركيا في عمل يلي هو وجوه وأماكن، يعني في إن شاء الله في مجموعة من الأعمال في عودة إن شاء الله تكون العودة قوية مثل ما إحنا دائما يعني متعودين على الدراما السورية من قبل الثورة. هلأ كان طبعا يوم المسرح قبل فترة، والممثل المسرحي أو الممثل نوار بلبل عرض مسرحية روميو وجولييت. صحيح، يعني هي التجربة الثانية فينا نقول للفنان السوري نوار بلبل والمخرج أيضا، يعني تجربته الأولى كانت العام الماضي من خلال شكسبير في مخيم الزعتري، يعني هو قام بالتدريبات على هي المسرحية، عم نحكي عن المسرحية طبعاً. الأولى بمخيم الزعتري دمج بين نصين لشكسبير وجمع تقريبا 150 طفل يعني بورشة تدريبية كتير كبيرة، يعني طبعا هدول الأطفال هن كلهم اللاجئين الهاربين من الحرب يعني وهيك، ولاقت وقتها تجربة نجاح كتير كبير ولافت عرضت أكثر من مرة. هلأ هي السنة أيضا عمل تجربة تانية برضو مع أطفال لاجئين، أيضا مع الأطفال اللاجئين، لكن هون شو الجديد، يعني هي السنة كانت بطولة أطفال لاجئين بالأردن وأيضا أطفال من الداخل المحاصر من حمص تحديدا، يعني استخدم تقنية السكايب بهي المسرحية، يعني روميو عم يحكي مع جوليات المحاصرة بحمص وأيضا كانت حاضرة روح النكتة يعني بهي المسرحية. العرض كان يوم الجمعة مثل ما تفضلتي بيوم المسرح العالمي ب 27 آذار، وكمان أيضا لاقى نجاح كتير كبير، يعني وشهدنا دموع غزيرة صراحة طبعاً. بنهاية هي المسرحية يعني تأثر كتير الجمهور المتابع، وايضا نوار بذات نفسه ايضا بكى يعني طبعا طبعا. وكمان بعيدا عن جماليه المسرحيه والرؤيه المبدعه على الفنان نوار، لكن ايضا يمكن في جانب بتعامل مع نفسيه هالاطفال لما عم بيفرغوا من خلال المسرح. طبعا يعني هي الانواع من التجارب المسرحيه هي نوع من انواع العلاج النفسي، طبعاً. يعني السايكودراما بالضبط هنا، يعني مثل ما ذكرنا واسلفنا بحلقات
حالات سابقة، أنه هي بتساهم يعني بإعادة التوازن لشخصية الطفل، بتفريغ يعني هذا الكم من القهر والألم يعني على خشبة المسرح طبعا. يعني وقت الطفل كمان يحس حاله بطل بهي المسرحية يعني أيضا بتعطيه دعم معنوي كتير كبير يعني. وأنا هون بيحضرني طبعا قول الراحل سعد الله والنوس، أحد رواد المسرح السوري، بيقول يعني المسرح ليس تجليا من تجليات المجتمع المدني، بل هو ضرورة من ضروراته وعلى قدر من الأهمية يعني لأي مجال آخر من مجالات الحياة. فشوف يعني أهمية المسرح، هو ليس مجرد فن عابر أكيد لا يعني. وبالإضافة يمكن للراحل والنوس، إذا في كتير أقوال حكت على المسرح إنه أهميته مثل أهمية الخبز يعني. الناس لهالدرجة بتتغنى بأهمية طبعا المسرح. فنحن يعني بنتمنى أكيد يعني هي التجارب المسرحية أو حتى تجارب درامية أو سينمائية للأطفال السوريين المهجرين اللاجئين سواء بالداخل أو بالخارج أنها تتفعل أكثر، لأنه بالفعل لها كتير دور بعلاج هدول الأطفال، طلعون شوي من هاي حالة الخوف من حالة الحرب يعني. حتى كان في تجربة لنساء سوريات تقريبا من شهرين بلبنان يعني أيضا، وكمان قبل بسنة مع الفنانة ناندا محمد بألمانيا، نساء طروادة أظن كان عنوانه العرض المسرحي، أيضا لنساء سوريات لاجئات. وهي التجارب صراحة عم تاخد صدى كثير منيح. تجارب غنية ورسالتها مهمة أيضا. نشكرك جزيل الشكر أروى الباشا، معدة ومقدمة برامج فنية، أهلا وسهلا فيك. شكرا، يعطيك العافية. ومشاهدينا فاصل وبنرجع وإياكم مع الموجز الاقتصادي.